هحرك من سلسلة العصائر اللي هسويهم. رح اسوي الكركديه وحضره كمان. اول اشي رح اشطف شطفة صغيرة من الغبرة، عشان اذا في اوساخ ينزل او تراب. واكيد بلش يغلى والمية تصير داكنة، فأنا راح أخليها هيك كمان شوية لحد ما يبلش يغلى وأطفيه وأخليه يتخمر، فمنه يطلع كل اللون الأحمر اللي بدي إياه منه. وبعدها راح أحط السكر وأورجيكم كيف راح أعقده وأسويه عصير جامد. كمان راح اخليه لحد ما يستخلص كل اللون الاحمر اللي منه. راح اطفي عليه واخليه يبرد شويه، بعدين ما اقدر اتحكم. راح اخليه بس يهدى وتنزل حرارته شوي عشان اقدر اصفيه وارجع لكم. هيك في المرحلة الحالية انا عندي الكركديه بلش يبرد، راح اقدر استعمل منه واتحكم فيه. في طنجرة تانية نظيفة راح احط كاسات سكر، راح احط نسوة. انا متأسف بشتغل في ايد واحدة، ما حد عندي يصور معي فتحملوني. راح ابلش اخذ الكركديه ونصفي فوق السكر بهالطريقة عشان ارجعه على الغاز واعقده بهالشكل. راح اصفي الكمية كلها وطبعا اكيد ارجع لكم وورجيكم شو راح نسوي الخطوة اللي بعدها. تابعوني. هيك انا صفيت كل الكمية والسكر بس لحد ما ينزل شوية الحجم. راح ازيد كمان 4 كاسات سكر عشان يصيروا 10 كاسات سكر للكمية اللي استعملتها. هذا راح اضيف كمان مرة مية عليه وارجعه على الغاز كمان مرة عشان استخلص منه كمان كمية. تابعوني. بلش اعقد فيه زي القطر هذه الجهة طبعا، وهذا الكمية الثانية اللي قلت لكم اني راح كمان اغليه كمان مرة واستخلص منه اللون الثاني الكمية الثانية. طبعا بالاخر راح اخلطهم مع بعض، راح تكون الطعم والجودة نفس الاشي، ما رح يتغير ولا اشي، ما رح الطعم رح يبقى نفس الاشي. هيك رح اخليهم وارجع لكم. عشان اعمل الصوص
عشان يكون العصير صافي 100%. انا السكر عندي اكتمل، مش راح احط سكر تاني، خلاص راح اخليهم بس يغلوا اخر غليتين واطفي تحتهم واخليهم يروقوا شوية. اجيكم شو راح يكون بالنهاية شكله. يبرد وأعبيه في كيس وحطه بالفريزر وحفلفكم طريقتي. وهيك أنا جهزت الكركديه، شوف كيف جامد زي القطر. راح أعبيه في زبلوك بهالشكل هاد وأحتفظ فيه في الفريزر مجرد ما أطوله من الفريزر. كل باكيت بحطه في الشاف او بريك تبع العصير، بس بضيف له الميه وتلج وطبعا ماء الزهر وماء الورد حسب الرغبه بتحطوه في العصير بهالشكل. كلياتها لكل رمضان بسويه، ما بيتغير الطعم ولا الشكل، وعن جد طريقه ممتعه ورائعه، بتوفر جهد ووقت وكتير طيب في رمضان الأشياء هاي العصائر. إن شاء الله بتعجبكم الطريقة وبتجربوها. لا تنسوني حبايبي بلايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم على متابعة قناتي، وإن شاء الله بتجربوا الوصفة بتعطوني رأيكم. هيك عصير الكركديه بيكون مع الثلج وهو جاهز. طلعوا اللون والمنظر شو بيكون رائع، كتير بيكون طيب وجاهز. بس ما عليكم الا تحطوا الايس في البريك ومي وتزيدوا الماء زهر وماء ورد زي ما بدكم، وتطولوا الكيس وتحطوه في البريك، بيكون جاهز لانه مركز فبيسوي كمية حلوة. ان شاء الله بتعجبكم الفكرة وبتجربوها. احنا هيك نسوي جرار خصوصي بس للعصائر كلياتها. اول ما تجمد ويتفرز بحطه فوق بعضه وبحط محله اللي مش مفرز. هيك راح افرجكم اياه طبعا الصبح كيف راح يكون شكله، وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم.